السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ ومعكم حلقة جديدة وميس مي. والنهاردة قررت ان انا اعمل لكم حلقة اشرح فيها ازاي نحل سؤال الري رايت اللي احنا لقيناه جديد عندنا السنة دي في سنة تالتة. ازاي اعود ابني ان هو يحله. اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو انت جديد معايا في القناة. انا كده بالنسبة لي عندي مجموعة اسئلة لسؤال الري رايت. طبعا انا جايبه من كتاب ستيب اهيد، اوكي. تمارينه كتيره وحلو للطلبه. طيب، في سؤال الري رايت بنبص على حاجتين. الـ 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 الكلمه اللي بين قوسين اللي هو جايبها فطالبها مننا ان احنا نحطها في الجمله، وتاني حاجه بنبص عليها فعل الجمله والفعل المساعد بتاع الجمله. تمام؟ يعني مثلا زي اول سؤال كده بيقول لنا هي جوت ا ميدل، يعني هو حصل على الميدالية. الجملة دي أول حاجة بنحط تحت شرطة تحت الفعل بتاع الجملة. فعل الجملة هنا هو كلمة جوت اللي هو حصل على. تمام؟ هو عايزنا نحط ويل. تمام؟ ويل دي من الأفعال المساعدة اللي بتدل على زمن المستقبل اللي بتيجي قبل الفعل وبيجي وراها الفعل في المصدر. يعني إيه؟ يعني زي ما أنا قلت لكم هنبص على كلمة جوت ويل اللي بين القوسين وفعل الجملة. ويل بتيجي قبل الفعل، يبقى احطها قبل جوت. احطها قبل جوت، بس هعمل حاجة تانية كمان، ان جوت دي لازم بعد ويل تيجي في الانفينيتيف في المصدر، فاضية ما فيهاش اي اضافات. يعني ايه فاضية ما فيهاش اي اضافات؟ يعني برجعها لاصلها. جوت اصلها ايه يا شطار؟ جوت اصلها جت. يبقى لما اجي احط ويل هتبقى ايه؟ هي بتنزل زي ما هي، وويل بتتحط قبل الفعل، يبقى هي ويل جت ا ميدل، هو سوف يحصل على الميدالية. تاني سؤال بيقول لنا نو هي وونت بلاي تنس، هو ما لعبش التنس او هو مش هيلعب تنس، وبرده طالب مننا ويل. طيب ايه الفرق بين ويل اللي تحت وويل اللي فوق؟ ويل اللي تحت جايه بحرف كابيتال، يعني عايزني ابدا بيها الجمله، يعني عايزني اعمل بيها سؤال. اما ويل اللي فوق اللي جت بحرف سمول، يعني عايزني احطها في نص الجمله زي ما احنا حطيناها بعد هي. طيب هنا بقى لما عايزني اسال بويل هعمل ايه؟ هشطب على النو وعلى الوونت، النو والوونت، يعني هشطب على اللأ وعلى النفي بتاعها اللي هو وونت، واعمل ايه؟ هحط ويل في الاول واكمل بقية السؤال عادي جدا. يبقى هكتب ويل هي بلاي تنس، هل هو هيلعب تنس؟ وطبعا ما انساش احط الكويستشن مارك. طيب السؤال اللي وراها بيقول لنا ويل هي بي هابي، هو هيبقى مبسوط. احنا اتفقنا ان السؤال اللي بيبدا بويل بجاوب عليه بيس ونو، وده فعلا اللي هو طالبه مني، طالبني اجاوب بيس. طب بعد دي سونو بنعمل ايه يا ميس؟ بنشقلب السؤال بالكلمه اللي وراه، يعني هشقلب ويل مع هي، هتبقى ايه؟ هتبقى يس هي ويل. السؤال نمبر 4 بيقول لنا شي كان جامب 3 مترز، هي بتقدر تنط 3 امتار، وعايزني اسال هاو فور، قد ايه المسافه اللي هي بتنطها. طيب اهم حاجه في تركيب السؤال ان هو اداني تركيبه السؤال. طبعا هو عايزني اسال بهاو فور، هحطها في الاول. اهم حاجه بقى فيها ان انا ما انساش احط بعديها الفعل المساعد. الفعل المساعد عندي انا بطلعه من الجمله، انا عندي مين في الجمله هنا فعل مساعد؟ كلمه كان. يبقى هقول ايه؟ هاو فور كان شي جامب، قد ايه هي بتقدر تنط، يعني كام المسافه اللي هي بتقدر تنطها. وطبعا ده مسالني على المسافه، لما بيطلب مني اعمل سؤال بشيل الجزء الخاص بالسؤال من الجمله، يعني هو عايز يعرف المسافه اللي هنطها، هقوم شايلها من الجمله، هشيل 3 مترز من الجمله، لان انا هقول له هو بينط قد ايه، مش هقول له هو بينط قد ايه 3 متر، لا انا هقول له هو بينط قد ايه، ففي الاجابه هقول له هو بينط 3 متر. اوكي؟ يبقى هقول هاو فار كان شي جامب. يبقى السؤال بيتكون ازاي؟ هاو فار يجي ورا الفعل المساعد، الفعل المساعد ده انا بطلعه من الجمله، وبعد ما بطلع الفعل المساعد من الجمله بجيب الفاعل اللي هي شي والفعل. اوكي؟ يبقى هاو فار كان هي جامب. والسؤال نمبر 5 هنا بيقول لنا هي از ويرينج ا ريد تي شيرت، هو لابس تي شيرت احمر، وعايزني احط كلمه تومورو. ناخد بالنا ان كلمه تومورو دي من الكلمات اللي بتدل على الزمن بتاع ويل، يعني لما اشوف تومورو دي لازم اربطها ان انا لازم اجيب ويل. لما اجيب لما الاقي تومورو لازم اجيب ويل. طب بعد ما اجيب ويل هعمل ايه؟ انا ما ينفعش احط ويل واز مع بعض. ندم جبت ويل يبقى هشطب على الاز، ندم شطبت على الاز يبقى هشطب على الاي ان جي، لان الاي ان جي بتيجي مع الاز. يبقى هعمل ايه هنا؟ هشطب على الاز وعلى الاي ان جي، وبدل الاز هحط ويل، هتبقى ايه؟ هي ويل وير ا ريد تي شيرت، لان ايه؟ ويل بيجي وراها الفعل في المصدر فاضي خالص، يبقى
هي هيجي وراها ويل، هيجي وراها وير اللي هي فاضية وشلنا منها الاي ان جي، وبكمل بقية السؤال عادي وبحط كلمة تومورو في الاخر. هتبقى هي ويل وير ا ريد تي شيرت تومورو، هو بكرة هيلبس تي شيرت احمر. بعد كده السؤال بتاع هاو فاست بيقول لنا هي كان رن 200 meters in 1 minute، هو بيقدر يجري 200 متر في الدقيقة الواحدة. وعايزني اسأل بالسرعة بتاعته قد ايه. ندم بيسأل على هاو فاست عن السرعة، يبقى هشيل السرعة اللي هو بينطها اللي هي 200 متر في الدقيقة، هشيل 200 meters in 1 minute، هشطب كل ده وهعمل السؤال بتاعي عادي. السؤال بيتكون من ايه؟ راس السؤال هاو فاست احطها وادور على الفعل المساعد. انا عندي فين هنا فعل مساعد؟ كان، يبقى هاو فاست كان هي رن، هو يقدر يجري قد ايه. تمام. السؤال اللي وراه نمبر 7 بيقول لنا يس شي ويل ثرو ذا بول، ايوه هي هترمي الكوره. عايزني اسال بويل، يبقى هشطب اليس والنو. احنا متعودين بنشطب اليس والنو ونبدل، هنبدل مين؟ شي وويل، هنطلع ويل الاول، وفعلا هو عايزني احط ويل في الاول، يبقى هطلع ويل في الاول، هتبقى ويل شي ثرو ذا بول، هل هي هترمي الكوره؟ وما ننساش الكويستشن مارك. نمبر 8 بيقول لنا ويل يو كومبيت in the sports event، هو انت هتدخل المنافسه في الحدث الرياضي؟ وعايزني اجاوب بنو. طيب يس ونو، ابدل، لو الاجابه بنو بزود نوت، يبقى هحط نو وابدل. هبدل مين؟ ويل ويو، يو بتنزل اي، يبقى نو اي ويل، هزود لها نوت هتبقى وونت، يبقى نو اي وونت، لا مش هشارك. بعد كده بيقول it will be difficult to win today، هو من الصعب ان انت تكسب النهاردة، وعايزني احط كلمة easy اللي هي سهل. وطبعا بما ان easy عكس difficult، يبقى هشطب على difficult. تمام. و ندم هي برضو عكس difficult، يبقى هعكس will. will عكسها ايه؟ will عكسها won't، يبقى هتبقى it won't be easy to win today، يعني مش هيكون سهل انك تكسب. هي نفس الجملة بس نفتها، بدل ما اقول هيبقى صعب انك تكسب هقوله ايه؟ مش هيبقى سهل انك تكسب. هو نفس المعنى بس ندم عكست difficult وجبت easy، يبقى هعكس will واجيب بدلها won't اللي هي مش سوف. واخر سؤال اللي هو the winner won't be sad، الفائز هيكون حزين، وعايزني اكتب happy. طبعا زي ما اتفقنا happy عكس sad، يبقى هعكس won't اللي هي عكسها will، يبقى هقول ايه؟ the winner will be happy. اوكي. وفي الريرايت ده بيحل لنا تمارين على الconjunctions، ادوات الربط. واول سؤال بيقول لنا I like fish and chicken، انا بحب السمك والفراخ، وعايزني اكتب don't like. طب don't like دي نفي، احنا اتفقنا بنجيب مين مع النفي اللي هي or. طبعا انا قايله ده في الحلقه اللي فاتت، هسيب لكم الرابط بتاعها في الوصف تحت الفيديو. يبقى ندم جايب لي don't like وعايزني انفي، يبقى هستخدم or، ما ينفعش استخدم and، هشطب على like وهحط بدلها don't like، يبقى I don't like fish or chicken. don't like نفي، يبقى هجيب or. السؤال اللي وراه بيقول لنا he didn't work hard، هو ما اشتغلش كويس. he came fourth in the race، هو طلع الرابع في السباق، وعايزني استخدم because. because احنا طبعا قلنا بيجي وراها السبب. اوكي. ايه السبب هنا؟ هو ما اشتغلش كويس علشان هو طلع الرابع، ولا هو طلع الرابع علشان ما اشتغلش كويس؟ طبعا السبب هنا ان هو ما اشتغلش كويس، يبقى هقول ايه؟ هنعكس الجملتين، هنجيب الجملة التانية في الاول وحط because وبعد كده الجملة التانية، هيبقى he came fourth in the race، هو طلع الرابع في السباق because he didn't work hard، علشان هو ما اشتغلش كويس. بعد كده السؤال الثالث بيقول لنا football is my favorite sport، كرة القدم دي رياضتي المفضلة. I am not a good footballer، انا مش لعيب كرة قدم كويس. طيب عايزني احط بط، احنا اتفقنا ان بط بتيجي في جملتين عكس بعض، واحدة مثبتة واحدة منفية. طب نبص على الجملة هنا، فعلا الجملة الاولانية مثبتة فيها is، والتانية فيها am not يعني منفية، واحدة مثبتة واحدة منفية. كل اللي انا هعمله ان انا احط بط في النص بس كده. football is my favorite sport but I am not good but I am not a good footballer، كرة القدم رياضتي المفضلة لكن انا مش لعيب كويس. يعني مش شرط ان انا بحبها اكون لعيب، لا انا هي رياضتي المفضله لكني انا مش لعيب كويس.
السؤال نمبر 4 بيقول لنا I was hungry I ate all my sandwiches. انا كنت جعان انا اكلت سندوتشاتي كلها. وعايز سو لازم نفهم كده كل واحدة فيهم بتبقى عايزة ايه عشان نعرف نعملها كويس. احنا اتفقنا ان سو بيجي وراها النتيجة، نتيجة الحاجة اللي انا كنت عايزها او نتيجة الحاجة اللي عملتها او نتيجة الحاجة اللي انا حسيت بيها. طيب انا كنت جعان لذلك انا اكلت اكلي، انا كنت جعان عشان كده اكلت. اوكي يبقى هقول ايه I was hungry so I ate all my sandwiches. انا كنت جعان لذلك انا اكلت كل سندوتشاتي. اوكي في السؤال نمبر 5 بيقول لنا he isn't good at throwing or jumping. هو مش كويس في الرمي ولا النط. وبيقول لنا is good يعني عمل ايه، بدل isn't خلاها is، صح؟ نبص على الجملة كده نلاقي ان في isn't، بدل النفي خلاها مثبتة. احنا اتفقنا ان في النفي بنختار or. السؤال نمبر 5 بيقول لنا he isn't good at throwing or jumping. هو مش كويس لا في الرمي ولا في النط، وعايزني احط is good. طب ايه الفرق بين is good وما بين الجملة؟ طبعا في الجملة مكتوب isn't وفي اللي عايزه مني مطلوب is، يعني عكس بعض. isn't دي منفية وis مثبتة. طيب ندم هشيل النفي يبقى هشيل معاه كلمة or، وندم هحط الاثبات يبقى هحط معاه كلمة and. يبقى هقول ايه he is good at throwing and jumping. هو كويس في النط والرمي. اوكي السؤال نمبر 6 بيقول لنا she is training hard so she will win the first medal. هي بتتمرن كويس لذلك هي هتحصل على الميدالية الاولى، وعايزني احط because، وbecause بيجي وراها السبب. يعني ايه السبب؟ يعني هقول له هي خدت الميدالية لان هي اتمرنت كويس. يبقى هبدل الجملتين وهجيب she will win the first medal، هي سوف تحصل على الميدالية الاولى، because علشان ايه بقى، ونجيب الجملة التانية اللي هي she is training hard لان هي اتمرنت جامد. اوكي وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء ده من الحلقة. حبيت امرنكم على سؤال الريرايت لانه جديد عليكم وجديد على الطلاب بتوع سنة ثالثة ابتدائي. اتمنى تكون فادتكم الحلقة، وياريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لو انت جديد معي في القناة. هسيب لكم الروابط بتاعت الحلقات اللي قبل كده في الوصف تحت، واشوفكم في حلقة جديدة، ويلا باي باي.